بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الثانوي، ازيكم شباب؟ هنحل مع بعض النهارده النموذج الثاني عشر من كتاب بنك الأسئلة والامتحانات، كتاب المعاصر. السؤال الأول بيقول لي تؤثر القوة قاف في النقطة ألف إن متجه عزم هذه القوة بالنسبة لنقطة باء بيساوي نقطة. أنت عندك القوة قاف، إحداثيها 3 و1، بتؤثر في نقطة ألف إحداثيها 2 و-1. عايزين نجيب متجه عزم هذه القوة بالنسبة لنقطة باء، باء إحداثيها 1 و2. طبعا يا شباب عشان نجيب العزم حوالين نقطة باء بنجيب ذراع القوة في القوة ضرب اتجاه، يعني نقول له باء ألف ضرب اتجاه لقوة قاف. ذراع قوة نقطة تأثير ناقص نقطة العزم، تقول ب ألف اللي هي ألف ناقص باء ضرب اتجاه القوة قاف. يلا نحسبها. ألف فرق باء، 2 ناقص 1 1، -1 - 2 - 3 ضرب اتجاهي للقوة قاف اللي هي 3 1. لما نعمل ضرب اتجاهي طرفين ناقص وسطين يبقى 1 في 1 ب1، وهنا -1 في -1 بموجب 9، كل ده في اتجاه المتجه عين، يعني يديني الناتج 10 في اتجاه المتجه عين. ماشي، يبقى الإجابة بتاعتنا إجابة السؤال الأول هناخد رقم ج. السؤال التاني بيقول لي قوتان 2 ق و3 ق متوازيتان وتعملان في نفس الاتجاه ومقدار المحصلة بيساوي 35 نيوتن، فإن مقدار القوة الصغرى بنيوتن بيساوي نقطة. طالما شباب القوتين متوازيتين يبقى المحصلة هتكون بينهم وتقرب من القوة الكبيرة. عندك هنا قوة 2 ق وهنا 3 ق، ماشي، المحصلة بتقرب من القوة الكبيرة، المحصلة هتبقى مجموعهم هي 5 ق. طيب هو بيقول لي في المسألة المحصلة كانت ب35، يعني أنت تستفيد إن المحصلة اللي هي 5 ق بتساوي 35، يعني ق بتساوي 7 والتمييز بتاع نيوتن. جبت أنت قيمة ق، هو عايز بقى القوة الصغيرة، القوة الصغيرة تضرب 2 في 7 ب14، يبقى القوة الصغرى 14 نيوتن. الإجابة بتاعتنا الإجابة رقم ج. السؤال اللي بعده رقم 3 بيقول لي ألف باء جيم دال متوازي أضلاع، في أ باء بتساوي 6 سنتيمتر وباء ج 8 سنتيمتر وقياس زاوية أ في 60 درجة، أثرت قوة مقدارها 8 و10 و8 و10، لاحظ الفيز دواجة هيحصل معانا يا شباب لأن 8 و8 و10 و10 في اتجاه الشعاع أ ب هو ج باء وج د وأ د على الترتيب، فإن معيار عزم الزواج الذي يكافئ المجموعة بيساوي نقطة. إحنا عندنا متوازي أضلاع أ باء ج د أهو، أ نعمل متوازي الأضلاع بتاعنا كده بإيدينا، هنبدأ جيم دال تمام. أ باء ب6 سنتيمتر، باء جيم 8 سنتيمتر، وقياس زاوية أ ب60 درجة، الزاوية هنا ب120 درجة، أثرت قوة 8 في اتجاه الشعاع أ ب وقوة 10 في اتجاه الشعاع جيم ب، القوة اللي بعدها في اتجاه جيم دال كانت ب8، القوة اللي بعدها في اتجاه الشعاع ألف دال كان مقدارها 10. عند القوة موجودة، عايزين نجيب يا شباب معيار عزم الازدواج الذي يكافئ المجموعة. يعني انت هتجيب الازدواج الأول اللي بيتكونه القوة 10 و10، والازدواج اللي بيتكونه القوة اللي هي 8 و8، وبعدين نجمع الأول زائد التاني. ماشي، بس ناخد بالنا من اتجاه الايه الدوران بتاعنا احنا بنحل يعني في المسألة. تعال نجيب الازدواج الأول نتيجة القوة، برضه الازدواج الأول نتيجة القوة 8 و8، هو اللي بيساوي هناخد إحدى القوتين في البعد العمودي بتاعهم. طب إحنا عندنا 8 و8 بيكون الازدواج بيلف كده مع عقارب الساعة يبقى الإشارة سالبة. طيب إحنا محتاجين البعد العمودي بينهم، هنعمل إيه؟ والله هنسقط عمود كده من الرأس على الضلع، ده عمود نقدر نجيبه إزاي يا شباب؟ عندك دي 60 درجة، وده الوتر، الوتر هنا طوله 8 سنتي، بتقول له 8 جا 60 الضلع ده اللي هو الارتفاع يعني، فتقول والله السالب لأن بتلف مع عقارب الساعة، هتاخد إحدى القوتين في البعد بينهم -8 في 8 جا 60. ماشي، يبقى -8 في 8 جا 60، يعني ده ضلع مقابل للزاوية. نكتب 8 جا 60
هتبقى سالب 64 في جذر 3 على 2 يجي 60، نختصر تطلع سالب 32 جذر 3، والتمييز عندنا كام بالنيوتن، نيوتن في سنتي. تمام، ده العزم الاولاني نتيجة القوتين 8 و8. تعال نجيب بقى نتيجة القوتين التانيين اللي هما 10 و10، نعمل على بعد عمود كده نسقطهم. ده قائم، هنا الزاوية 60 درجة برضه، كل زاويتين متقابلتين مساويتين في القياس، هنا ب60 درجة، يبقى ده ضلع مقابل الزاوية 60، يعني تاخد الوتر ده اللي هو 6، تقول 6 جا 60، ده البعد العمودي. يبقى الازدواج التاني نتيجة القوة اللي هي 8، قوة 10 و10 بقى يا شباب، ال10 بتلف كده عكس عقارب الساعة، يحدى قوتين في البعد العمودي بينهم اللي هو 6 جا 60. جا 60 يا شباب ده عبارة عن ايه؟ جذر 3 على 2، يعني لو 10 في 6 ب60 في جا 60 اللي هي جذر 3 على 2 يديك الناتج 30 جذر 3 نيوتن في سنتيمتر. تمام كده. بعد كده يا شباب بنعمل ايه؟ بنجيب المعيار بقى، هنجيب طبعا الناتج ونجيب القيمة المطلقة بتاعته. يعني يبقى احنا عندنا الأول حاجة هنجيب جيم 1 زائد جيم 2، يعني الازدواج الأول زائد الازدواج التاني بيديني ايه؟ معيار بيديني عزم الازدواج كله، أو لو عزم الازدواج مجموعة تكافئ ازدواج، عايزين المعيار عزم الازدواج، يبقى نجيب عزم الازدواج وبعدين نجيب معياره. يبقى عزم الازدواج أقول له جيم 1 زائد جيم 2. جيم 1 عندنا هنا كانت طلعت بكام؟ بسالب 32 جذر 3، والتانية كانت 30 جذر 3، هيطلع الناتج سالب 2 جذر 3 نيوتن في سنتيمتر. ده مين؟ ده الازدواج اللي كونته المجموعة، الازدواج المحصل، جبنا جيم 1 وجيم 2. هو عايز بقى معيار عزم الازدواج الذي يكافئ المجموعة، يبقى تقول له معيار عزم الازدواج الذي يكافئ المجموعة، هناخد المعيار يديني 2 جذر 3 نيوتن في سنتيمتر. يبقى ناخد الإجابة بتاعتنا اللي هي الإجابة ألف. تمام، يبقى أنت بتجيب جيم 1 وجيم 2 وبتجيب الازدواج الذي يكافئ المجموعة وتقوم جايب معيار عزمه، يبقى المجموعة اللي عندك بتكافئ الازدواج معيار عزمه هيطلع ب2 جذر 3. ماشي، يبقى جبنا جيم 1 اللي هو الازدواج الأول والازدواج التاني وجمعناهم اداك ايه؟ الازدواج المحصل للمجموعة كلها، فجبنا المعيار اللي هو بناخد القيمة المطلقة يعني لده، واديك الناتج 2 جذر 3، الإجابة ألف. طيب السؤال رقم 4 بيقول لي ألف باء جيم دال شبه منحرف قائم الزاوية في باء، وعندي ألف دال بتوازي باء جيم، وعندي ألف باء بتساوي 8 سنتيمتر، وباء جيم بتساوي 15 سنتيمتر، وعندي ألف دال بتساوي 9 سنتيمتر. أثرت القوة مقاديرها قاف و44 و68 سكر جرام في اتجاه الشعاع د ألف ود جيم د جيم وألف جيم على الترتيب. إذا كان خط عمل المحصلة يمر بنقطة إيه؟ يمر بنقطة باء، فإن قيمة قاف بتساوي نقط سكر جرام. نرسم مع بعض يا شباب شبه المنحرف قائم الزاوية في باء. عملنا شبه منحرف اهو قائم الزاوية في باء، ألف باء جيم دال، ألف باء 8 سنتيمتر وباء جيم 15 سنتيمتر، نزل ده عمود كده. عندنا ألف دال ب9 سنتيمتر، تبقى ليه 9، وبالتالي دي تبقى كام؟ 6 سنتيمتر، ليه 8، تبقى هنا بكام؟ ب10. كل دي أساسيات معانا في حل المسألة. أثرت القوة قاف في اتجاه الشعاع د ألف كده، هو قاف، والقوة التانية د جيم في اتجاه الشعاع د جيم اللي 44، وألف جيم 68، قوة 68. طيب هو عايز ايه؟ بيقول لي خط عمل محصلة بيمر بنقطة ب، طالما خط العمل المحصلة بيمر بنقطة ب يعني العزم حوالين نقطة ب هيبقى بصفر. تمام، يبقى العزم
حوالين نقطة ب بصفر، لأن المحصلة بتمر بنقطة ب فيبقى عزمها حوالين النقطة بصفر لأنها بتمر بيها يعني. فاحنا نقدر نجيب قيمة قاف بقى، نجيب العزمة حوالين النقطة ب ونساوي بصفر. تعال ناخد القوة قاف الأول. قاف كده بتلف مع عقارب الساعة، تبقى سالب قاف في البعد العمودي بتاعنا اللي هو 8. بعدين عندنا قوة 68، لازم نجيب البعد العمودي ده، نقوم ساقطين كده عمود عشان نجيبه، هنجيبه من إكليدس. دي 8 ودي 15، نجيب ده من فيثاغورس، نقول له 15 تربيع 225 زائد 64 ونجيب الجذر. 225 زائد 64، وبعدين نجيب الجذر تطلع ال 17 سنتيمتر، القطعة كلها اللي هي ألف جيم. فاحنا هنجيب القطعة دي من إكليدس، نقول 8 في 15 على 17، يبقى تقول له والله القوة اللي هي 8 17، القوة 68 بتلف عكس عقارب الساعة، يبقى زائد 68 في البعد بتاعنا اللي احنا قلنا حاصل ضرب دراعية قايمة على الوتر، يبقى 8 في 15 على الوتر. لسه القوة التانية اللي هي مين؟ اللي هي 10، اللي هي 44. ده يا شباب لازم نجيب البعد العمودي بين النقطة دي وإيه؟ ونقطة ب. يبقى احنا نسقط عمود كده عشان نجيبه، ده عمود عايزين نجيب العمود ده، ده بقى مثلث قائم، دي بقت 15 سنتيمتر كلها، ودي هنا 10، نقدر نجيب ده من فيثاغورس اللي هو القطعة اللي هي به دال عمودي. بس المشكلة إن دي 10 كلها مش لحد هنا. طب نعمل إيه؟ تعال نفكر كده مع بعض إزاي نجيب القطعة دي. لاحظ إن دي زاوية جيم اهيت، يعني عندي إن جا جيم مقابل على وتر في المثلث القائم بقى عبارة عن المقابل اللي هو به دال، به بقى كاف، خلي دي نقطة كاف بقى، دي دالها دي خليها كاف، ماشي. يبقى به كاف ده مثلث قائم اهو يا شباب، شايفين المثلث ده جاي جيم بيساوي به كاف اللي انت عايز تجيبه اللي هو العمود يعني على الوتر بتاعك اللي هو 15. لاحظ ان الجيم برضو زاوية في مثلث قائم، الجيم مقابل على وتر اللي هو 8 على 10. تقدر بقى تطلع به كاف بسهولة، تعمل مقص تقول له 15 في 8 على 10، 15 في 8 ب 120، على 10 يديك 12. يبقى انت خلاص عرفت الارتفاع ده اهو ب 12 سنتيمتر اللي هو البيه دال اللي هو البيه كاف، ماشي. عرفنا البيه كاف ب 12. كمل بقى. يبقى القوة اللي عندك 44 بتلف عكس عقارب الساعة، تقول له زائد 44، ماشي. ال 44 اهي تتضرب في المسافة العمودية اللي هي طلعناها، اللي احنا طلعناها ب 12، كل ده بيساوي صفر. نحسب بقى 68 على 17 فيها ال 4، 4 في 7 28، يبقى 62 تمام يعني 4. يبقى ودي 8 قاف الناحية التانية، 8 قاف تروح الناحية التانية، ويبقى عندك 4 في 8 في 15 زائد 44 في 12. نقسم ده على ال 8 عشان نطلع ايه القاف، وتصفي مسألتك عادي بقى. يعني انت عندك هنا ال 8 تختصر، او احسب البسط كله 4 في 15 ب 60، 60 في 80 زائد 44 في 12. اعمل كده، 44 في 12 زائد 60 في 8، يعني تحسبها بإيدك يعني وتطلع قوة على 8 تطلع 126. يبقى القاف طلعت بكام؟ 126، هي الإجابة سؤال رقم 4 يعني. بس دي فكرة الحل يا شباب، إزاي نجيب العمود ده، المشكلة بتاعت المسألة يعني. فوالله دخلنا العمود بتاعنا ده جوه المثلث القائم اللي هنا، وقلنا ده جا مقابل على إيه؟ على وتر، يبقى جا اللي هو الضلع ده على الوتر اللي هو 15. وبعدين خدنا في المثلث اللي جوه الجا مقابل على الوتر، عملنا برضه يا شباب نسبة وطلعنا ايه الحل بتاعنا. تمام كده يا شباب، فاهمين؟ يبقى جا جيم قلنا باء كاف على 15، وهي برضه بتساوي 8 على 10، وعملنا مقص طلع لنا البيه جيم قيمتها بكام؟ ب 12، وعوضنا وطلعنا القوة بتاعتنا 126. التمييز بتاعنا كان ثقل جرام. فهمنا كده يا شباب؟ طيب السؤال اللي بعده رقم 5، يبقى انت هتاخد اجابتك بقى اللي هي الاجابه ب. السؤال اللي بعده رقم 5 بيقول لي ايه؟ بعد مركز ثقل جسمين مادتي كتلتيهما 3 كيلو جرام و5 كيلو جرام والمسافه بينهما 8 متر عن الجسم الاول بالمتر بيساوي نقطه. هنعمل شبكه بيانيه يا شباب، هو عايز عن البعد الأول، فنجيب الكتلة الأولى يعني 3، نجيبها عند نقطة الأصل 0 و0 في الشبكة بيانية، ونجيب الكتلة التانية هنا اللي هي 5
كانت بتبعد مسافة 8 متر، يعني عند النقطة هنا 8 0، تعمل جدول كده صغير، الكتل وهنا السين وهنا الصاد، كتلة 5 كان إحداثيها 8 0، الكتلة اللي عندك 3 كان إحداثيها 0 0. عايزين نجيب البعد عن المركز، يبقى أقول له سين بتساوي، لأن الصاد هتبقى بصفر أصلا، فنجيب السين بس، يبقى 5 في 8، 5 في 8 زائد 3 في 0 صفر، على مجموع كتل اللي هي 8. 5 في 8 ب40، 40 على 8 فيها الـ5، يبقى بيبعد مسافة 5، يبقى الإجابة بتاعت 5 متر، يبقى الإجابة بتاعتنا د السؤال رقم 5. ركز معايا كده، عندك الشكل بالمنظر ده، وفي قوة مايلة هنحللها في اتجاهين متعامدين. القوة المايلة دي كانت 200 نيوتن، هتتحلل في اتجاهين متعامدين، مطرح مقوى باتنين بتاخد جيب التمام، يبقى هنا 200 وهنا الزاوية كانت 30، هتتحلل بقى في اتجاهين متعامدين، اقول 200 جت 30 وهنا 200 جا 30. ماشي، انت عايز تجيب العزم حوالين نقطة واو، فين واو؟ واو تحتها. الـ200 جا 30 بتبعد المسافة دي كلها، 200 جا 30 بتبعد المسافة الرأسية اللي هي دي، فانت محتاج ده بكام وده بكام. طيب ده عبارة عن 2 متر، اللي هو تأثير القوة دي على النقطة، البعد كله 2 متر، وعندك في هنا نص متر اهو، دي نص متر، التمييزات كلها بالمتر. تعالى بقى نجيب العزم حوالين نقطة واو، خد القوة 200 بالسالب لأنها بتلف مع عقارب الساعة، سالب 200 في جتا 30 اللي هي القوة ده يا شباب، تلف كده مع عقارب الساعة، والبعد عنها 2. خد برضو دي بالسالب، 200 جا 30 اهي تلف، البعد بتاعها نص، يبقى عندك سالب 200 في 2 ب 400، جت 30 بجذر 3 على 2، يبقى سالب 200 في جذر 3 على 2 في 2 ناقص ال 200 جا 30 ونص، نص ال 100، نص ال 200 100، نص ال 150. احسب بقى الاتنين دي شيلها مع دي، يبقى انت عندك هنا 200 جذر 3، شايف يا شباب، سالب 200 جذر 3 ناقص ايه؟ الـ50، هي الإجابة د موجودة معانا يا شباب، الإجابة د، نعلم على د خلاص. يبقى في السؤال بتاعنا هو كان عايز العزم حوالين نقطة واو، واحنا ايه حملناه. هنحل اللي بعدها رقم، فهمت الطريقة؟ بتحل القوة في اتجاهين متعامدين يعني، وبتشتغل عادي. طيب رقم 8 بيقول لك قوتان متوازيتان 15 قاف، فإذا كان مقدار المحصلة 25 نيوتن، وإذا كانت القوة المعلومة المحصلة في عكس الاتجاه، فإن قيمة القوة بنيوتن بتساوي نقط. احنا عندنا يا شباب القوتين متوازيتين ومقدار المحصلة 25، يقول لك القوة المعلومة والمحصلة في عكس الاتجاه. طالما القوة المعلومة والمحصلة في عكس الاتجاه، يبقى القوتين اللي عندك هي متوازيتين في عكس الاتجاه. يعني مثلا هنا القوة الأولى وهنا القوة التانية، القوة اللي هنا ب15 والقوة التانية بقاف. قال لك بقى إيه المحصلة في عكس اتجاه القوة المعلومة اللي هي يعني 15، والمحصلة في عكس الاتجاه، يعني المحصلة عكس الـ15، فتقوم جاية فين؟ جاية بره هنا، لأن عمرها ما تيجي جوه بينهم لو كانوا بيوازوا بعض، لكن بيقول لك المحصلة والقوة المعلومة كانوا في عكس الاتجاه، وعندك قاف ودي 15، فهي دي عكسها، فلازم تيجي مع مين؟ مع القوة التانية بس بره، لأن هي بيقول لك عكس دي، فهتوازيها، هتوازي مين؟ التانية مع اتجاه التانية، يعني طالما عكس الـ15 يبقى مع اتجاه القوة التانية، لأن يا شباب أنت عندك القوتين كانوا بيوازوا بعض، واحدة ب15 وواحدة بقاف، والمحصلة كانت ب25، وقال لك الـ25 دي كانت عكس اتجاه الإيه؟ القوة المعلومة. طالما عكس اتجاه القوة المعلومة، يبقى القوة المعلومة والقوة المجهولة عكس بعض، لأن لو هما التلاتة، لو دي كانت بتوازي دي طبعا في نفس الاتجاه، يبقى التلاتة بيوازوا بعض، فاهمين؟ لكن هي طالما عكست، طالما المحصلة في العكس، يبقى بره. ليه يا أستاذ؟ لأن أنت عندك دايما لو كان الاتنين بيوازوا بعض كده، المحصلة تيجي في النص بينهم، في المسا يعني مش في النص بينهم، يعني المحصلة تيجي بينهم وتبقى في النص، لو كانت قوة دي أدي القوة دي،
لو كان القوتين بيوازوا بعض والمحصلة في نفس الاتجاه. طب طالما المحصلة بقت في عكس الاتجاه احدى القوتين عكسها، يبقى مع الاتجاه التاني بس هتبقى بره، ما تبقاش جوه بقى، بتيجي بره، لأنها يعني تيجي مع القوة الكبيرة بره، فالقوة دي تبقى الكبيرة، يعني القاف ده هتبقى اكبر من الايه، من ال25 وال15، هتبقى اكبر منهم لان المحصلة بتيجي مع قوة كبيرة، فتيجي مع 25 زائد ال15 يديك 40، يبقى القوة المجهولة تطلع بكام؟ ب40، والتمييز بتاعك كتب نيوتن. سؤال 9 بيقول لي: ألف باء قضيب منتظم طوله 260 سنتيمتر ومقدار وزنه 43 نيوتن، يرتكز بطرفه ألف على حائط رأسي وبطرفه باء على أرض أفقية، وكان معامل الاحتكاك السكوني بين القضيب وكل من الحائط والأرض يساويان ربع ونص على الترتيب، وكان القضيب يبعد مسافة 10 سنتيمتر عن الحائط، فإن مقدار القوة الأفقية التي إذا أثرت على الجسم أثرت في الطرف به جعلت القضيب على وشك الحركة نحو الحائط بيساوي كام نيوتن؟ هنرسم مع بعض الشباب. قضيب منتظم وزنه 200، طوله 260 سنتيمتر، بيرتكز بطرفه ألف على حائط رأسي وطرفه بقى على الأرض أفقية، هذا القضيب بتاعنا كان منتظم يعني وزنه بيأثر في المنتصف، تمام. وزنه كان 43 نيوتن، يرتكز بطرفه ألف عند الحائط وبطرفه باء على الأرض الأفقية، وكان معامل الاحتكاك السكوني بين القضيب والحائط، بين الحائط والأرض ربع، الأولين ربع اللي هو الحائط وبعدين التاني إيه نص. هنا طبعا الحائط اللي عندك كان إيه؟ في قوة أثرت على به يا أستاذ، قوة أفقية أثرت على الطرف به جعلت القضيب على وشك الحركة نحو الحائط، يعني القوة يا أستاذ اللي حركت أو أثرت على القضيب كانت ماشية كده، كان في قوة هنا كده، ده قوة، يبقى أنت هيتحرك ناحية الحائط كده يعني هيطلع لفوق، فالمقاومة تبقى هنا كده. ركز معايا تاني كده، احنا رسمنا القضيب اهو، كان طوله 260 وزنه في المنتصف، في 130 130، في قوة أثرت عن طرف به عشان تخلي القضيب يتحرك بالمنظر نحو الحائط، أثرت في قوة كده آخر سطر، مقدار القوة الأفقية التي أثرت في طرف به جعلت القضيب على وشك الحركة نحو الحائط، فلما يتحرك ناحية الحائط كده المقاومة تيجي العكس، ماشي، المقاومة اللي هي ربع رأي 2 تيجي العكس، وهنا المقاومة تيجي العكس، يعني القوة الناحية دي يبقى في مقاومة الناحية دي اللي هي كان قال لك نص رأى واحد، يبقى هنا نص رأى واحد، دي فكرة الحل بقى يا شباب، فهمنا؟ طبعا انت عندك كانت على تبعد 100 سنتي، طبعا ده في المنتصف وده قائم، يا ده هي نصف تبقى دي 50 ودي 50، يعني المثلثين دول يشبهوا بعض، يعني هو عايز ايه في المسألة؟ عايز مقدار القوة الأفقية اللي هي قاف دي تبقى بكام؟ لتجعل القضيب على وشك ايه؟ الحركة نحو الحائط، تحرك كده يعني، تحرك كده، فاهمين؟ فالمقاومة بتاعته تيجي لتحت، لان اتجاه الحركة بتاعته فين؟ هيطلع لفوق، يبقى المقاومة هتنزل لتحت العكس، وده هيقرب كده يبقى المقاومة تيجي العكس، والقوة هنا عايزين نجيب قاف يعني. طب والله نعمل معادلات الاتزان الأول كده بتاعة الحركة ونظبط المسألة بتاعتنا. معادلة الاتزان اللي فوق بيساوي اللي تحت، واللي بيساوي الشمال، مين اللي فوق؟ اللي عندي اللي هو رأى واحد، اللي فوق ده بيساوي ده زائد ده، يعني بيساوي الوزن اللي هو 43 زائد المقاومة اللي عندك اللي هو ميم س في راي اللي هي ربع راي 2، ماشي، واليمين بيساوي الشمال راي 2 زائد نص راي 1، راي 2 زائد نص راي 1، اليمين ده بيساوي الشمال اللي هو بيساوي القوة، يعني دي سماها معادلة واحد ودي معادلة 2. طيب احنا نقدر نقول والله العزم حوالين به بيساوي ايه؟ بيساوي صفر، عشان نتخلص من دي ودي ونجيب العزم حواليها. تعال ناخد بقى القوة اللي هي 43 بتلف عكس عقارب الساعة تتضرب في 50، وناخد القوة اللي هي ربع راي 2 برضو بتلف عكس عقارب الساعة في البعد اللي هو 100، وعندك القوة راي 2 تبقى سالب راي 2 في البعد اللي هو ده كله،
ده 100 وده 260، نقدر نجيب ده من فيثاغورس 260 تربيع زائد 100 تربيع، نجيب الجذر يطلع 20 جذر 149 اللي هو البعد كله يعني. طلع 240 يا شباب، يبقى احنا ربعنا الضلع ده وربعنا الضلع ده وطرحناهم وجبنا الجذر، طلعت 240، يعني المسافة دي 240 سنتيمتر تساوي صفر. عندك رأي اتنين، اهي تقدر تقول ربع 125، هتقول له 43 في 50 زائد 25 رأي اتنين ناقص 240 رأي اتنين بيساوي صفر. 43 في 50 نزل بالصفر، وتلاتة في خمسة بخمستاشر، أربعة في خمسة بعشرين، واحد واحد وعشرين، سالب 10 ناقص 5 ب 5، 3 ناقص 2 ب 1، وننزل الاثنين زي ما هي راي 2، يعني راي 2 هتساوي 2150 على 215 تديك 10. يبقى رد الفعل التالي طلعناه بكام؟ 10، والتمييز بتاعها نيوتن. جبت انت راي 2، هو عايز القوة اصلا، خلاص تقدر بقى تعوض اهو عشان تجيب راي 1، وبعدين تعوض هنا تطلع قاف. يبقى انت عندك رأي واحد يساوي تلات أرباع زائد ربع في 10، ربع العشرة 2.5، 2.5 و43 يبقى 45.5، ده هو رد الفعل الأولاني. يبقى انت جبت رد الفعل الأولاني، وعندك رد الفعل التاني تقدر تجيب القوة، القوة كانت بتساوي رد الفعل التاني اللي هو 10 زائد نص رد الفعل الأولاني اللي هو 45.5 على 2، يبقى نص 45.5 زائد 10، يبقى عندك نص 45.5 زائد 10، ماشي، نص في 45.5 زائد ايه 10، يطلع الناتج ده يا شباب 32.75%، اللي هي الإجابة ألف. يبقى القوة، فهم الطريقة أهم حاجة، هي بس الفكرة بتاعتها ان هو في قوة اثرت هنا وتأثر عند نقطة ب وبتبعد مسافة ايه 100 سنتي، كان الطرف ب يبعد عن 100 سنتي، لما القوة اثرت كان ب بيبعد ايه 100 سنتي هنا، دي الفكرة بتاعت الحل. فالقضية بتحرك كده، محمود الحيطة في المقاومة جت العكس والمقاومة هنا جت العكس، دي بس الفكرة بتاعت المسألة. والباقي شغل عادي، التحفظ اليمين بيساوي الشمال والفوق بيساوي تحت، وبصف عادي بقى، أهم حاجة تترجم المسألة صح وتشتغل. خلاص، فيطلع الناتج 32 و75 100 نيوتن. أتمنى تكونوا فهمتوها يا شباب. إجابتك ألف، ماشي. السؤال اللي هو رقم 9، تعالوا نشوف السؤال رقم 10. عندي قاف واحد وقاف اتنين مكون ازدواج، فإن ألف زائد ب زائد جيم. طبعا يا شباب السؤال ده يعني إيه، سؤال بسيط وأنتم طبعا عارفينه. طبعا بيكون ازدواج، يبقى الازدواج العزم الأول، عزم الازدواج الأول زائد عزم الازدواج التاني يساوي صفر. يعني معنى الكلام إن قاف واحد تساوي سالب قاف ايه اتنين يعني. فانت عندك القوة الأولى كانت 4 و1000 و5، السؤال ده مكرر كتير جدا معانا يعني في الامتحانات كتير أوي بيجي السؤال ده بنفس الأرقام كده، هنا ب وهنا سالب 7. فانتوا طبعا الموضوع سهل يعني، ان يعني كل واحدة عكس التانية، يعني دي عكس دي فتبقى ب عكس اللي فوق تبقى سالب 4، والألف عكس دي تبقى ألف 7، والجيم عكس اللي فوق تبقى الجيم سالب 5. اجمعهم بقى يبقى 7 ناقص 4، 7 ناقص 4 بتلاتة، 3 ناقص 5 بسالب 2. يعني هنا متغير، كانت في مسألة قالت طلعت بواحد، يعني هو غير الأرقام مفيش مشكلة يعني، بس هي نفس الفكرة، أ زائد ب زائد ج، 7 سالب 4 3 ناقص 5 بسالب 2، يطلع الناتج بسالب 2، اللي هي الإجابة بتاعتنا ب، علم على رقم ب. تمام كده يا شباب. رقم 10، رقم 11، تقاس القوتان ق واحد ق اتنين في نقطتين أ و ب على الترتيب، فإن نقطة تقاطع خط عمل المحصلة مع ألف باء نقط، عايزين نجيب نقطة تقاطع خط عمل المحصلة. طيب، المسألة رقم 11، إحنا عارفين يا شباب إن المحصلة تساوي قاف واحد زائد قاف اتنين. المحصلة اللي عندي مجموعهم يعني 3 مع سالب 9 بسالب 6، عينك معايا كده أنا بحل، سالب 6 في اتجاه السين، واجمع بقى سالب 1 زائد 3 يديني 2، يعني 2 في اتجاه الصاد. ولو بما ان القوة التانية
كان جايبها بسالب 9 اتجاه س زائد 3 في اتجاه ص. يعني انت عايز تقارن بين المحصلة والقوة. يعني لاحظ ان القوة التانية لو انت خدت منها عامل مشترك، القوة التانية كانت هاخد منها عامل مشترك اللي هي ايه، سالب 3 عامل مشترك، 9 3 فيها 3 فيبقى 3 في اتجاه س ناقص ص. طب ما هي دي مين؟ ده عبارة عن القوة الأولى. لو قالك القوة الأولى كانت سالب 3 وسالب 1 اهي، يعني ق 2 تساوي 3 في سالب 3 وسالب 1، يعني ق 2 بيساوي 3 أمثال القوة ايه الأولى. يعني ق 2 كانت أكبر من ق 1، القوة التانية أكبر من القوة الأولى. طب المحصلة سالب 6 في اتجاه س و2 ص. القوتين طبعا ق 1 وق 2 دولت طبعا في إشارة ايه خدناها عامل مشترك اللي هي سالب 3. طالما هما خدنا في يعني عامل مشترك وفي سالب، معنى كده ان ق 1 بتوازي ق 2 ومتضادتان. اول ما اعرف ان متضادتان على طول يا شباب يبقى المحصلة تبقى مع القوة الكبيرة. يعني لما تيجي ترسمها هنا القوة الأولى وهنا القوة التانية تبقى في اتجاه متضاد لتحت يعني، والمحصلة لما تيجي مع القوة الكبيرة القوة التانية 3 أمثال القوة الأولى، القوة التانية اهي، فالمحصلة تيجي معاها هنا. فاحنا عايزين نعرف نقطة تأثير المحصلة. عندك القوة التانية كانت بتأثر في النقطة 1 و2، دي كانت بتأثر هنا 1 و2 اهي، والقوة الأولى كانت بتأثر عند النقطة -1 و0. المحصلة هتأثر عند النقطة س وص. أنا عايز أعرف بقى س وص بكام. خد بالك ده تقسيم منين؟ من الخارج. أنت عندك القوة التانية كانت موجودة، خد بالك هي النسبة، قلنا نسبة عكسية. يعني لما أقول قاف 3، بص كده قاف 2، افهم الحتة دي، قاف 2 بتساوي 3 أمثال قاف إيه 1، والإشارة بالسالب يعني تقسيم من الخارج. يعني النسبة بين قاف 2 ده وقاف 1، قاف 2 على قاف 1، قاف 2 مضروبة في 1، قاف 3 قاف 2 مضروبة في 3، قاف 1 قاف 2 مضروبة في 3، وقاف 1 مضروبة في ايه، دي قاف 2 مضروبة في 1 1 اهي، وقاف 1 مضروبة في 3. ركز معايا كده اهي، 3 على 1. يبقى التقسيم هيكون من الخارج بنسبة 3 على 1. دي نسبة 3 ودي نسبة ايه 1. يبقى المحصلة بتقسم بنسبة 3 إلى 1 من الخارج. المحصلة بتقسم بنسبة 3 إلى 1 من الخارج، هي نسبة تقسيم. يعني أقول له معنى الكلام ده، أسميها مثلا نقطة ألف ودي نقطة ب ودي نقطة ج. يعني أقول له ج بتقسم القطعة بتاعتنا اسمها ألف ب من الخارج، بتقسمها منين؟ من الخارج بنسبة كام إلى كام؟ 3 إلى 1، بحيث إن ما يكون ألف ج إلى ب ج كلها بنسبة كام إلى كام؟ 3 إلى 1. مهمة جدا الحتة دي يا شباب، تقسيم تاني أولى ثانوي بقى، أولى تاني من الأول خالص. بص أنت عندك المحصلة موجودة والقوة التانية لما خدت منها عامل مشترك لقيتها سالب 3، يعني 3 أمثال القوة الأولى بس في إشارة سالبة. طالما في إشارة سالبة يعني قاف 1 وقاف 2 بيوازوا بعض بس في عكس الاتجاه، فتبقى قاف 1 هنا وقاف 2 هنا، والمحصلة تيجي مع القوة الكبيرة بره لأن هما متضادين، يبقى المحصلة بره. طب نسبة التقسيم بنعرفها ازاي؟ والله هو قال لك بص كده، انت قلت ان قاف 2 بتساوي 3 أمثال قاف 1، يبقى ما تيجي تعمل نسبة من قاف 2 إلى قاف 1، قاف 2 فمضروبة في 1 وقاف 1 مضروبة في 3 أهي، يبقى 3 إلى 1. يعني معنى كده إن ح طالما في سالب بقى، الح ده أهي هتقسم من ناحية قاف 2 وقاف 1 بنسبة 3 إلى 1. يعني قاف 2 على قاف 1 بنسبة 3 إلى 1، يعني الجيم هتقسم أ ب ده أهي من الخارج بنسبة كام؟ 3 إلى إيه؟ إلى 1. التقسيم جاي من الخارج بنسبة 3 إلى 1، لأن قوتين قاف 1 وقاف 2 متوازيتين متضادتين في اتجاه. المحصلة فرضنا إن هي بتفرض على نقطة س، يبقى المحصلة هتقسمهم بنسبة 3 إلى إيه؟ إلى 1. فاهمين؟ طبعا يا شباب إحنا قلنا قبل كده بنعملها نسبة عكسية، فاكرين الكلام ده؟ لما أقول مثلا قاف 2 بتساوي 3 أمثال قاف 1، يعني دي قدها 3 مرات، دي 3 أمثال دي، فيبقى النسبة من الكبير 3 وبينها هنا للصغير 1. وضحت كده ولا عملكوا تاني؟ بص كده بهدوء خالص، انت عملت القوتين عشان ما تلخبطش في الامتحان، ادي المحصله وده القوه الاولى وده القوه الثانيه، بهدوء خالص. بص كده هتعمل نسبه تقسيم كبيره وصغيره. القاف 2 3 أمثال قاف 1، يعني دي 3 قاف ودي قاف، حلو كده؟ دي 3 قاف وده قاف، تعمل ايه؟ ها تعكس دي 1 تبقى تاخد النسبه 3، وديت 1 تاخد هي ايه؟
دي تلاتة، شوف دي تلاتة اهي، مش دي اتنين تلاتة قاف، يعني هنا المحصلة وهنا تلاتة قاف وهنا قاف. حاول بس تفهم الحتة الصغيرة ده، بص كده ادي المحصلة، دي كان اسمها خلاص تلاتة قاف ودي اسمها قاف، يبقى نسبة التقسيم ايه؟ الحاء بتبعد عن دي، دي اسمها تلاتة قاف، ما تحطهاش هنا، تحط التلاتة العكس بره، ودي تقوم جاية هنا، دي بعدها هنا كانت واحد في قاف، تيجي الواحد هنا، كده أسهل؟ أهي فهمت يا شباب؟ يبقى هي نسبة عكسية بالنسبة لحاء، يبقى دي تلاتة قاف ودي قاف، يبقى المحصلة بتبعد عن تلاتة قاف بواحد، وبتبعد عن اللي فوق دي تلاتة، بتعكس الأرقام، يبقى التلاتة قاف إلى قاف بنسبة تلاتة إلى واحد، أو أنت تبقى عارف إن الكبير هيبقى تلاتة والصغير هيبقى بواحد، لأن التقسيم من الخارج ده إشارة سالبة. دي أصعب حتة في الدرس يا شباب، خدوا بالكم منها، أصعب حتة لو قلتها لك. خلاص يبقى أنت خلاص عرفت إنهم بيبوظوا بعض في هذا الاتجاه. النسبة بتاعتك بتعملها قاف اتنين إلى قاف واحد كنسبة تلاتة إلى واحد، يعني المحصلة هتقسم، المحصلة هتقوم قاسمة من ناحية قاف اتنين واحد، والتانية تبقى تلاتة، دي التقسيم كل، والمحصلة بتقرب طبعا من القوة إيه كبيرة، يعني هتقرب من دي، يبقى هنا البعد واحد وهنا البعد تلاتة. كده فهمتوها؟ تعالى بقى نشتغل اللي هو التقسيم من الخارج بقى، نقول له س بتساوي، نعملها هنا اهو بقى من الأول خالص، أدي أ وأدي ج وأدي نقطة نقطة ب، ماشي كده، دي كانت ب ودي ج، دي ج خلاص، يبقى هي ج بتقسم أ ب من الخارج، احنا قلنا دي أ ب ودي ج اللي هي بره. ج تقسم أ ب، ج بتقسم أ ب من الخارج، بحيث يكون الألف ج تلاتة ب ج، تلاتة إلى واحد يعني، يبقى هنا أ ب ج، واضح كده الأرقام، يبقى دي أ و ب و ج، تعال نكملها بقى، احنا بنقرأ تحت الأرقام أهو، يبقى هنا النسبة قلنا دي تلاتة ودي هنا إيه؟ واحد. تعال نجيب س، عاملين ايه النقط بتاعتنا كده، احتسيها هنا سالب واحد وصفر، هي القوة الأولى بتأثر هنا والقوة التانية كانت بتأثر هنا عند نقطة باء زي ما قالك واحد واتنين، ونقطة جيم احنا منعرفهاش، فطالما تقسيم من الخارج بناخد الإشارة طبعا ايه سالبة، بتاخد تلاتة هنا ناقص واحد تحت، وتقوم ضرب العكس بقى، تقول له تلاتة تتضرب فين؟ في الواحد، التلاتة ده تتضرب فين؟ في واحد هنا، تلاتة تتضرب في واحد هنا. ماشي، وتقوم واخد الواحد ده ضربه في سالب واحد هنا، تعمل بينهم ناقص طبعا، ناقص واحد في سالب واحد، دي س. طب وصاد نفس الفكرة، هتاخد تلاتة ناقص واحد تحت، تقوم واخد مين بقى؟ الصاد، طبعا التلاتة الأول هتاخدها في الصاد، تلاتة في ايه؟ في العكس اللي هي الصغيرة، تلاتة في اتنين، تلاتة ضرب في اتنين ناقص الواحد يتضرب في الواحد، تلاتة في اتنين الصاد بقى التانية اللي هي واحد وصفر، عملنا التقسيم بتاعنا يا شباب، خدنا السين بنقول له لام واحد ناقص لام اتنين اهو، وتقول له تلاتة في واحد ناقص الواحد ده اهو بيتضرب في مين؟ سالب واحد، يعني التلاتة تتضرب في واحد ناقص الواحد في سالب واحد اهو، على تلاتة ناقص واحد، والصاد تاخد التلاتة تضربها في اتنين ناقص الواحد يتضرب في صفر، يبقى انت جبت السين وصاد. طلع بقى السين تحت اتنين، تلاتة في واحد بتلاتة وزائد واحد يبقى اربعة على اتنين في الاتنين، وهنا الصاد تلاتة على دي طبعا تلاتة ناقص دي تلاتة قلنا في ايه في اتنين، تلاتة في اتنين، تلاتة في اتنين بستة ناقص صفر على اتنين، يعني ستة على اتنين في تلاتة، يعني نقطة ج هيبقى احداثيها اتنين وايه؟ اتنين وتلاتة. فهمنا يا شباب؟ قولها من الأول تاني اهو، انت عندك المحصلة بتساوي قاف واحد زائد قاف اتنين جمعناهم، فالمحصلة طلعت سالب ستة س زائد اتنين ص، قاف اتنين كانت سالب تسعة س زائد تلاتة ص، خدنا سالب تلاتة على المشترك، فبقت القوة التانية تساوي سالب تلاتة في القوة الأولى، معنى كده إن قاف واحد توازي قاف اتنين ومتضادتين في عكس الاتجاه، تيجي تعملها ازاي؟ هنا الألف وهنا الباء وهنا الجيم اهي،
التقسيم هيبقى من الخارج، لو متضادين يبقى المحصلة مع قوة كبيرة بره. طب نسبة التقسيم بنعمل ازاي؟ والله هي الإشارة السالبة للتقسيم من الخارج، يعني تيجي عند الحاء تعمل 3 على 1، دي 3 على 1، 3 على 1 يبقى تعمل هنا 3 وهنا 1، أو تعمل العكس، هنا القاف 2 أو تكتب بطريقة تانية برضو، هنا دي 3 قاف ودي قاف، يبقى البعد كله 3 ودي 1. تيجي بقى تعمل المشكلة بقى في الحتة دي كتير مش أو ناسيها من أولى ثانوي، بنعملها ازاي؟ طريقة سهلة خالص، أنت بترسم الشكل بتاعك وتقوم قايل له والله السين بتساوي، ركز كده، التلاتة ده هتتضرب في اللي قبالها على طول، يبقى 3 في 1 ناقص بقى يا أستاذ ده من الخارج، وتقوم واخد الواحد ده ضربه في البعيد اللي هو -1، يبقى 3، شايف جيم مع العكس، يعني التلاتة دي كلها ما تضربش بقى في دي، تقوم مضروبة في العكس في دي، والواحد رايح لده لا يقوم مضروب في التاني اللي هو -1، بس على 3 ناقص 1 بالصاد، ومعامل نفس الفكرة اهو، التلاتة رايحة مين للبعيد لا ما تضربش فيه، يقوم مضرب في العكس 3 في 1 اللي هي الصاد بقى 3 في 2، انت بتجيب الصاد ماشي، 3 في صاد 3 في 2 ناقص الواحد رايح لده لا يقوم مضروب في العكس اللي هو 0. طريقة سهلة خالص عشان الناس، بس القانون بنحاول نعملها بطريقة بسيطة، هعمل لكم بطريقة تانية اهو تحت عشان تبقوا فاهمينها، هنا الألف -1 و0، وهنا ال ب 1 و2، وهنا ج، لأن كتير يا شباب بيسألني في الموضوع ده دايما، وبعت لي ويقول لي المسألة اتحلت ازاي، وكتير طبعا يعني، فأنا بأكد عليها كتير اهو، يعني ايه لو انا بعيد كتير عشان ايه، بس اللي مش فاهم ادي واحد اهو. انت بمنتهى السهوله عشان تجيب السين ده هتعمل ايه؟ هقول لك على حاجه جميله، مش التلاته رايحه لدي ما تضربهاش فيها، اضرب في العكس، هي التلاته رايحه لدي اه، تقوم ضاربها فين؟ في الواحد، وحط سالب لان التقسيم من الخارج، الواحد رايح لده اه بس ما تضربوش فيه، اضربه في البعيد، اضربه في واحد في -1 اهي، ودول تقوم طارحهم كده جبت السين. طب الصاد، شغلنا على الصادات بقى يعني ما تلخبطش، شغلك على الصادات، تقوم التلاته رايحه لمين هنا؟ دي ما تضربهاش فيها، تقوم ضربها في ده، في اللي ماهاش رايحه ولا في الثانيه، يعني التلاته رايحه لدي لا تقوم ضربها لدي 3 في 2 ناقص الواحد رايح لده اه، ما تضربوش فيه، اضربه في العكس اللي هو 0 على الفرق بينهم، بس دي اسهل طريقه للحل، هيطلع الناتج معاك هنا 2 وهنا ايه 3، يبقى الناتج بتاعنا ايه 2 و3. اتمنى تكونوا فهمتوا يا شباب، الاجابه بتاعتنا الف اللي هي 2 و3، هي مساله شاقه شويه لان فيها حاجات من اولى ثانوي، يعني تقسيم من الخارج والكلام ده كله، وصلت الفكرة؟ كان في نموذج اللي بعديه كان في مسألة جاية سهلة شوية، فعملناها بطريقة أسهل في المسألة، النموذج اللي بعده كانت الإحداثي نقطة وصفر، كانت أعتقد 8 وصفر، ما كانتش كده، لأن التانية كان اللي ساعدنا إن في إحداث صفر معانا اللي هو الصداقة بصفر، فكانت سهلة شوية عندي ماشي، أتمنى تكونوا فهمتوه. شوف بقى خطر ألف بقى يا شباب، السؤال اللي بعده رقم 12، وضع جسم وزنه 50 نيوتن على مستوى ماء الخشن يميل أفقي بزاوية قياسها سيتا، فإذا كان أقل وأكبر قوة موازية خط أكبر ميل تجعل الجسم متزن على المستوى هي 10 في 40، يعني جايب أقل قوة جايب أكبر إيه قوة، يعني عايز معادلتين يعني في الحل، هتعمل معادلتين ورسمتين وتحلها، رسمة لأقل قوة، طبعا أقل قوة دي مش هتعمل حاجة في الاتجاه، هي قوة ضعيفة يعني الاتجاه بتاعك هيفضل برضو إيه نازل لتحت، وأكبر قوة هي اللي هتحركه بقى اللي إيه تخلي الاتجاه الحركة الأعلى، يعني دي معناها أقل قوة وأكبر قوة عشان اللي بيتلخبط، يبقى اقل قوه قوه ضعيفه، مش معناها ان هي قوه قليله ان هي هتحرك، القوه القليله قوه ضعيفه ما تحركش، بتخلي اتجاه الحركه لفوق، عشان دي الفكره كتير برضو بقى متلخبط فيها في ايه في الحل، ركز معايا كده يعني يا شباب، في حاجه اسمها اقل قوه اكبر قوه، طبعا المفروض الحاجات تبقى عارفينها اساسيات، يعني عندنا في الايه في الاستاتيك كلمه اقل قوه دي يعني قوه ضعيفه، يعني ما بتاثرش في اتجاه الحركه، يعني قوة ضعيفة، مثلا واحد بيزق عربية ومش قادر، هو بيزق قدام بس العربية بتيجي عليه، فاتجاه حركتها هتبقى لتحت، يبقى كلمة أقل قوة دي يعني اتجاه الحركة الأسفل لكن القوة اتجاه الفوق، طالما اتجاه الحركة الأسفل يعني المقاومة هتبقى لفوق، ميم سين في راء اللي هو معاه احتكاك السكون، احتكاك السكون يعني رد الفعل العمودي، فهمتوا كلمة أقل قوة؟ عشان اللي بيتلخبط فيه أقل قوة قوة ضعيفة جدا ما تقدرش ان هي تغير اتجاه الحركة، هو بيزق اه لكن العربية جاية عليه، هو بيزق قدام بس العربية جاية عليه، فالمقاومة بتساعده وجاية كمان عكس اتجاه الحركة، المقاومة اتجاه الحركة عكس اتجاه الحركة، بس تقدر بقى تحلل الوزن بتاعك، هنا 50 الوزن، يبقى 50 جا ها، وهنا 50 الوزن اللي هو 50 ودي 50 جتا ها، وده رد الفعل العمود اللي فوق، تقدر تعمل بقى ايه المعادلات بتاعتك، يمين بيساوي الشمال وفوق بيساوي تحت، اعمل معادلاتك كده معايا يلا، نقول والله قاف
زائد معامل احتكاك السكوني في رد الفعل العمودي بيساوي 50 جيجا سيتا أو 50 جيجا، ماشي؟ فهمنا شباب أقل قوة؟ يعني هو بيزق اتجاه الحركة بتاعته لتحت، يعني هو بيزق لفوق بس الحركة لتحت. بأكد عليها كتير عشان لو مش فاهمها مش هتعرف تحل في الامتحان يعني. ها، كلمة أقل قوة يعني مش بتغير اتجاه الحركة، ده قوة ضعيفة اتجاهها لفوق بس الحركة اتجاهها لتحت، فالمقاومة تيجي العكس هنا. أي فهم خطأ في المسألة بيبقى بوظف، لازم تفهم الحتة دي كويس. خلاص، كمل بقى. المعادلة اللي فوق بيساوي لتحت، يبقى رد الفعل يساوي 50 جتا هاء، ماشي؟ نقدر بقى نعوض مكان رد الفعل ده، فتقول له قاف زائد معامل احتكاك السكوني. طبعا هنستفيد طبعا ده معادلة تانية، ومعامل احتكاك السكوني هنا يبقى زي معامل احتكاك السكوني هنا، دي فكرة الحل يعني. ده معادلتين، بداية ميم س هنا وبداية ميم س هنا وتساوي بعض، فتحاول تطلع ميم س من هنا. يبقى هنا 50 جتا هاء تساوي 50 جتا هاء، يعني معامل احتكاك السكوني هيساوي 50 جتا هاء ناقص القوة بتاعتك على 50 جتا هاء، وسميها معادلة واحد. تعالى بقى القوة التانية اللي هي أكبر قوة، أكبر قوة موازية. أكبر قوة دي يا أستاذ يعني قوية جدا، قوة قوية جدا هتغير اتجاه الحركة، هتخلي الحركة في اتجاهها، لكن القوة الضعيفة مش هتغير في اتجاه الحركة، هي بتبص طالعة لفوق بس اتجاه الحركة لتحت. يبقى دي اتجاه الحركة هيبقى هيتقلب لفوق بقى، أكبر قوة. يبقى أكبر قوة دي بتغير اتجاه الحركة، يبقى القوة اللي عندك لفوق أهي واتجاهها لفوق يا أستاذ يعني المقاومة هتيجي لتحت، المقاومة هتيجي مع مركبة الوزن. هنا مركبة الوزن هي متحللة، واو الوزن اللي هو كان 50 يعني جا هاء، وهيجي معاك المقاومة اللي هو ميم س في ايه؟ في رد الفعل الجديد بقى اللي هو 50 جتا هاء. اعمل معادلاتك بقى، معادلة اتزان تقول لهم القوة. يبقى دي الحالة التانية بقى يا شباب، معانا كده مركزين. الحالة التانية تقول ان القاف بتساوي معامل احتكاك السكوني في رد الفعل العمودي زائد 50 جا هاء، هي نفس الزاوية لأن المستوى ما تغيرش، نفس الزاوية يعني. طب رد الفعل هيقول لي بيساوي 50 جتا هاء، يبقى أنت عندك القوة بتساوي ب س في 50 جتا هاء زائد 50 جا هاء، ماشي؟ طلع لي بقى معامل احتكاك السكوني، قول له قاف ناقص. بس هو كان جايب القوة يا أستاذ، يعني هو في الأولى كان جايب القوة بكام؟ ب10 والتانية ب40، دي ب10 ودي ب40، مفيش مشكلة، دي 10 ودي القوة دي كانت ب40، عشان تسهلنا بقى في الأرقام، تبقى 40 ناقص 50 جا هاء على 50 جتا هاء. تعالى نساوي المعادلتين ببعض بقى، أظن أنتوا شايفين كده، ماشي؟ يعني المعادلتين يساويهم ببعض، المعادلة اللي هي الأولى اللي فوق دي، والمعادلة التانية دول يساويهم ببعض. يعني 50 جا هاء ناقص 10 على 50 جتا هاء تساوي 40 ناقص 50 جا هاء على 50 جتا هاء. شيل دي مع دي، خلاص خلصت إن شاء الله المسألة. يعني 50 جا هاء ناقص 10 بتساوي 40 ناقص 50 جا هاء. 50 و50 100، يعني 100 جا هاء تساوي 50، يعني جا هاء بتساوي ايه؟ نص. يعني الزاوية عندنا تطلع بكام؟ ب30. هو عايز يبقى في المسألة ده عايز معامل احتكاك السكون. خلاص خلاص، اتعوض هنا بقى، يعني الهاء بتساوي 30 درجة. تعال عوض مكان الهاء هنا بإيه؟ في المعادلة دي أو دي، مفيش مشكلة، عوض في أي حاجة اللي تعجبك. يبقى 50 في نص جا هاء ناقص 10 على 50 في جذر 3/2 اللي هي جتا هاء، يعني نص ال 50 25، 25 ناقص 10 15، 50 على 2 في 25 جذر 3. اختصر تطلع معاك كام؟ شايفين يا شباب احنا عايزين نختصر بسيطة، خلصت بقى واعملها الآلة. هي هتقسم بس المقام على الخمسة، فيبقى 3 على 5، وهنا جذر 3 اضرب بس المقام في جذر 3، جذر 3 في جذر 3 تروح مع دي، يبقى عندك جذر 3 على 5، ده اللي هو عايزه. لكن لو كان عايز الزاوية خلاص كنا اكتفينا، طلعنا الزاوية 30، يبقى اجابتك هي جذر 3 على 5، دي الاجابة بيها، ماشي بقى؟ تمام. شوف التمرين اللي بعده.
إذا كانت قاف تؤثر في نقطة ألف، فإن طول العمود الساقط والنقطة واو على خط عمل القوة. عارفين طول العمود الساقط يا شباب بيساوي معيار العزم على معيار القوة. طول العمود الساقط نقوله معيار العزم على معيار القوة. هو يقول لك هنا القوة موجودة بتؤثر في نقطة ايه؟ ألف، واحنا عايزين نجيب العزم حوالين نقطة واو. العزم حوالين نقطة واو طبعا القوة كانت بتأثر في نقطة، هو اهي تأثر في نقطة ألف اللي هي سالب واحد وتلاتة، وعايزين نجيبها حوالين نقطة واو. فنقول له واو ألف اللي هي ألف ناقص واو سالب واحد وتلاتة ضرب اتجاهي للقوة بتاعتك. يبقى احنا بنجيب ايه؟ ذراع القوة ضرب اتجاه القوة عشان تجيب العزم حوالين نقطة واو. تجيب ذراع القوة ده اهو اللي هو واو ألف ضرب اتجاه القاف. طيب القاف عندك كانت تلاتة وأربعة، اعمل طرفين ناقص وسطين تبقى سالب أربعة ناقص تسعة بسالب تلاتاشر. المعيار بتاعها تشيل إشارة يعني تبقى تلاتاشر. هو اتجاهها طبعا كان متجه ايه؟ عين. معيار القوة جذر التربيع، القوة عندك تلاتة وأربعة يبقى تسعة زائد ستاشر مربع، يعني شايفين يا شباب طبعا القوة عندك تلاتة وأربعة، هتجيب معيارها جذر التربيع تسعة زائد ستاشر هي 25 جذر خمسة، فيبقى لام بتلاتاشر على ايه؟ على خمسة. بس هو عايز كده، هو عايز طول العمود، يبقى الناتج يطلع 2.6 كده خلصت، والتمييز بتاعك سنتيمتر بس مش فيها حاجة يعني. دي رقم 13. يلا اللي بعده رقم 14، القيس الجبري لعزم الازدواج المكافئ. طبعا ده سؤال مباشر، طبعا هو عايز القيس الجبري لعزم الازدواج القوة الموضحة وحدة نيوتن متر. يبقى انت القياس الجبري طبعا القوة عندك 50 في البعد، 40 في 50 هي عايزها بالمتر، وهنا كانت بالسنتي. شايفين يا شباب؟ شايفين السنتي؟ كلمة سنتيمتر دي لازم تقسم على 100 يعني. شباب احنا بنجيب احنا القوتين في البعد العمودي بينهم، يبقى الازدواج اللي عندي نتيجة القوة 50 و50 تاخد احدى القوتين بتلف عكس عقارب الساعة في البعد العمودي بينهم اللي هو 40، بس ال 40 دي تتقسم على 100 لأن هي بالسنتيمتر، تقوم شايل صفر مع صفر فيطلع 20. التمييز بتاعنا يطلع 20 نيوتن متر. الإجابة بتاعتك تبقى رقم ج للسؤال 14. سؤال 15 بيقول لي في التمرين عزم القوة ق حول نقطة واو بيساوي نقط. طيب حاول ركز كده في المسألة، عايزين نجيب العزم حوالين نقطة ايه؟ نقطة واو. طب القوة بتعمل في اتجاه الألف ب، لازم تجيب نقطة ألف في نقطة ب، يعني تجيب ألف تشوف إحداثها كام والب إحداثها كام، وتحول بقى القوة اللي عندك دي من صورة قياسية لصورة متجهة، تضرب القوة ق في المتجه اتجاه المتجه ألف ب اللي هو المتجه على معياره. يعني أنت محتاج تجيب نقطة ألف ومحتاج تجيب ايه؟ نقطة ب. طيب ألف نجيبها ازاي؟ بص معايا كده في الشكل، شوف ألف فين فوق اهيت، بتقع في المستوى اللي هو ص ع. هتبقوا فاهمين وانا بشرح كده، هتبقوا فاهمين كده يا شباب، حاول بس عينك معايا كده وانا هكبر لك المسألة كده الرسمة. انا خلاص فهمنا هو عايز ايه، عايزين نجيب العزم حوالين نقطة واو. اهم حاجة احنا بنحل نبقى عارفين ازاي نطلع النقطة. ركز بس عينك معايا كده للسهم اللي انا بعمله ده، شايف الالف بتقع في المستوى ص ع، يعني السين بصفر يعني مشت اتنين وطلعت ايه؟ طبعا بتقع في المستوى ص ع يعني قلنا السين بصفر. طب الصادات مشت واحد صادات ولا اتنين؟ طيب بص الصادة اللي هو الخط الأفقي ده الصادات، اتنين اهيت وطلعت اتنين، يبقى عندك صفر واتنين واتنين اللي هي نقطة ألف. تاني يا شباب الألف بتقع فين؟ في المستوى اللي هو ص ع، يبقى السين بصفر. دي أول ملحوظة وأنت بتبقى حل تبقى فاهمها، أدى الألف بتقع في المستوى اللي هو ص ع يعني السين بصفر، مشت صادات اتنين وطلعت عينات اتنين، يبقى اتنين واتنين. تعالى بقى نقطة ب، نقطة ب دي مكانها فين يا شباب؟ ب عشان نوصل لها شايف دي مشت شمال يا استاذ، يعني عندي السينات بس مشت في الاتجاه السالب يعني سالب واحد، لانها مشت ايه شايف موازيه لمحور السينات بس من ناحيه الشمال، يبقى مشت سالب واحد. وبعدين مشت قد ايه صادات؟ هي طبعا دي بتقع في المستوى اللي هو صاد سين شرطة، فالعين تبقى بصفر. الصادات مشت قد ايه؟ مشت عشان توصل مشت وحدتين، بصوا كده عشان توصل لبيه دي هتقوم ماشي من واو لحد النقطة اللي هناك ده، وبعدين تتحرك كده، يبقى مشى من هنا سالب واحد لأنه مشى عكس اتجاه محور السينات الموجب، مشى جوه السينات السالب اهو سالب واحد، وبعدين اتحرك
يمين وحدتين، يبقى هنا اتنين، يبقى سالب واحد واتنين وصفر. خلاص دي بنحتاجها ليه؟ لان انت عندك القوة موجودة في صورة قياسية، لازم تحولها لصورة متجهة. تقول له والله ان قاف صورة متجهة، هتقول له قاف قيمة القاف في متجه اللي بيعمل في اتجاهه اللي هو الف ب على معيار الالف ب. القاف عندك موجودة ب 14 جذر 5، المتجه الف ب اللي هي ب ناقص الف، احسب معايا كده، ب ناقص الف سالب واحد ناقص صفر بسالب واحد، اتنين ناقص اتنين بصفر، وصفر ناقص اتنين بسالب اتنين، اهو معيار الالف ب اللي هو الجذر التربيعي 1 زائد 4، 1 و4 5 تروح مع جذر 5 دي، فتبقى عندك 14 تتضرب في البسط، يبقى سالب 14 وصفر وسالب 28، يبقى انت جبت مين؟ القوة قاف بتاعتك. خلاص كده انت حولت قاف. عايز تجيب ايه بقى؟ عايز تجيب عزم القوة قاف دي حوالين نقطة واو. ادي قاف اهي، خلاص عرفناها، عايزين نجيب عزمها حوالين نقطة واو، فتقوم جايب ذراع القوة ده اهو اللي هو راء في القوة، تقول عزم القوة قاف حوالين نقطة واو بيساوي ذراع القوة ضرب اتجاهي للقوة بتاعتك. ذراع القوة يا شباب احنا قلنا عليه طبعا من صفر وصفر وصفر، واو ألف اللي هي ألف ناقص واو، يبقى الألف ناقص واو هتبقى ألف زي ما هي اللي هي صفر واتنين واتنين، ضرب اتجاهي للقوة بتاعتنا اللي هي سالب 14 وصفر وسالب 28. طبعا لما نيجي نعمل ضرب اتجاه هنا بنعمل محدد أهو، المحدد بتاعنا للسين وللصاد وللعين، صفر تحط الأول الذراع فوق وقوة تحت، احفظها كده عشان ما تلخبطش، عشان لو بدلت الناتج بيطلع غلط. تعالى حلها بقى، الحل بقى زي ما انتم حافظين من الفراغية، نجيب السين اهو خب الصف والعمود، ويبقى دي في ضرب يبقى سالب 56، يعني ده في ده قطر رئيسي ناقص فرعي، بعد كده ماينس الصاد تبقى بسالب يعني، وتخبي ده وده، دي بصفر وسالب في سالب بموجب 28، تحط هنا 28 لان انت اصلا عندك سالب ثابتة، بلس العين. ها العين يا شباب خلي صف وعمود دي زيرو، ودي 28 بالسالب، يبقى سالب 28 في سالب بقى لان ده في ده ناقص ده في ده، تبقى 28 بس، يبقى ده الحل بتاعنا، سالب 56 في اتجاه س ناقص 28 في اتجاه ص زائد 28 في اتجاه عين. تعالوا بقى نرجع تاني للمسألة ونوضحها كده ونشوف الناتج بتاعنا مين اللي احنا اخترناه. سالب 56 سالب 28 زائد 28 أول واحدة، تمام كده؟ تمام يا شباب، رقم ألف. دي مسألة مشهورة طبعا وتيجي في الامتحانات على طول، وخسارة يعني إيه يعني مسألة ما تتعوضش، يعني مسألة من كتر يعني الفهم بتاعها بسيط، أهم حاجة بس تعين النقط بتاعتها. طيب رقم 16 بيقول لي مركز ثقل النظام التالي هو نقطة. طيب عشان نجيب مركز الثقل يا شباب بنعمل إيه؟ لازم نجيب، هو محدد لك الكتل اهي على الشكل، نوزع الكتل على الشكل ونجيب احداث كل نقطه ونشتغل. طب انت عندك ده مثلث مستوى الاضلاع تضرب ب 12، طيب يعني محتاجه مننا ان احنا نرسمها ونبقى عارفين خواص المثلث مستوى الاضلاع ونشتغل. هذا المثلث اهو، ده 12 سنتيمتر، 12 12، ادي الف يا استاذ، وادي ب، وادي نقطة ج، الكتلة اللي عند الألف كانت 4، الكتلة اللي عند ب ب5، الكتلة اللي عند ج كانت ب3، نجيب الإحداثيات، دي إحداثيات 12 وصفر، ودي مشت 6، طلعت إيه؟ الإرتفاع لسه هنجيبه بقى من فيثاغورس، دي 6، وده 12، يبقى ده 6 جذر 3. طب إحنا عارفينها من فيثاغورس لان دي بتبقى 60 ودي 30، من خواص 30 60 يعني، يبقى ده المقابل نص الوتر، ودوت بيبقى 6 جذر 3، او دي لام ودي نص لام ودي نص لام جذر 3، زي ما انت حافظ يعني، او اشتغل في صغور ربع ال 12 وربع ال 6 واطرحهم وهات الجذر يديك الناتج ده، يطلع 6 جذر 3. ماشي؟ طيب ليه بنعمل كده؟ عشان نجيب الاحداث بتاع النقطه اللي عندك اللي هي 3، القوه اللي هي 3 دي كانت عندي كام وكام؟ 6، احداثيه 6 يعني، و6 جذر 3 ده الاحداث بتاعها، ونقطه هنا كانت 12 وصفر وهنا صفر وصفر، بس تعمل بقى الجدول بتاع الكتل والاحداثيات س والصاد. الكتله الاولى اللي هي 4 عند صفر وصفر، الكتله اللي بعدها اللي هي 5 كانت عند 12 وصفر، الكتله اللي بعدها اللي هي 3
ده 6 و6 جذر 3. تعالى بقى نعمل ايه الناتج بتاعنا نطلعه، يعني نقول السين بتساوي 4 في 0 بـ0، 5 في 12 بـ60. بنضرب السين في كاف، يعني 3 في 6 بـ18، 4 × 5 9 و3 × 12، يعني 78 على 12. 78 على 12 يديني 13 على 2، اللي هي 6.5. تعالى نجيب الصاد، 12 هي مجموع كتل، وهنا 0 في 0 و18 جذر 3، يبقى 18 جذر 3 على 12. ممكن نعملها بإيدينا، نقسم على 6 في 3 على 6 في 2، وهنا جذر 3، تطلع 3 جذر 3 على 2. يبقى الإجابة بتاعتنا إيه؟ بص كده الاختيارات كويس وركز معايا، موجودة أهو شباب، إجابة 1000. بس دي فكرة حل التمرين رقم 16. تمام. 17 بيقول لي يرتكز قضيب ألف ب طوله 60 سنتيمتر، وزنه كان 400 ثقل جرام، يؤثر في منتصفه على وتد يبعد على وتد يبعد 20 سنتيمتر من ألف، وحفظ القضيب أفقيا في حالة اتزان بواسطة خيط خفيف رأسي يتصل بطرفه ب، فإن مقدار الثقل الذي يلزم تعليقه عند ألف ليجعل الشد في الخيط على وشك الانعدام يساوي نقط. طيب يعني في حالتين، الحالة الأولى مكان على وتد، نرسمها كده مع بعض، ركز بس في الرسمة اللي عليها. هتعمل الرسمتين، الرسمة الأولى بيقول لي قضيب طوله 60 سنتيمتر، وزنه بيأثر في المنتصف، يعني هو منتظم، هذا وزنه 400 أهو في المنتصف، وكان اسمه ألف باء، كان طوله كله بـ60 سنتيمتر، يعني 30 ودي 30، يؤثر في منتصفه، ماشي. بيقول لك مستند على الوتد يبعد 20 سنتيمتر من ألف، هذا الوتد بيبعد 20 وده 10، ماشي كده. حفظ القضيب أفقيا بواسطة في حالة اتزان بواسطة خفيف، خيط خفيف يتصل برأسه به، يعني في خيط هنا بيشده حبل فوق عشان يتزن ما يقعش، يعني هو محطوط كده على الوتد ومربوط بخيط من فوق كده، فإن مقدار الثقل لازم يتعلق عند ألف. طيب تعالى ندرس الحالة دي الأول، لأن هو كده متزن، لأن لما تشد اتزن. طيب شروط الاتزان، اللي فوق بيساوي اللي تحت واليمين بيساوي الشمال، صح؟ ما هو في هنا برضو في رد فعل أهو وفي وزن، يعني اللي فوق بيساوي اللي تحت، يعني تقول له والله إن رد الفعل ده سميها راء واحد زائد الشد بيساوي 400، واستفيد كمان هات العزم حوالين نقطة مثلا إيه اللي سماها جيم مثلا، هات العزم حوالين جيم وقول لي هو بصفر، ليه؟ لأن العزم هيطير ده خالص، هيخلص منه، تقدر بقى أنت تجيب الشد من المعادلة الأولى، العزم حوالين جيم بصفر، فتاخد 400 في 10، لأنها بتلف عكس عقارب الساعة، وبعدين الشد بالسالب في المسافة اللي هي 30 و10 بـ40، تقدر تطلع الشد بقى، يبقى الشد بيساوي هتقول له 4000 اللي هي 40 في 10 على 40، عشان صفر مع الصفر يبقى 400 على 10 فيها 100، يبقى انت طلعت ان الشد 100 ثقل جرام، ده الشد. دي الحالة الأولى. الحالة التانية بقى لما يتعلق ثقل من عند ألف، ايه اللي هيحصل؟ بيقول لي ايه مقدار الثقل الذي متعلق من عند ألف ليجعل الشد في الخيط على وشك الانعدام، يعني ايه الثقل اللي هيتحط هنا عشان يخلي ده ينعدم، ده ينعدم خالص مش موجود، فاهمين؟ ينعدم امتى؟ يعني ده ايه يطير خالص، يتحذف، ما هو يتمرجح كده وشك الانزلاق كده من هنا مثلا، فدي هتتلغى، تتلاشى لما نحط ثقل هنا، ده يتلاشى، فيبقى عندك ايه رد الفعل، ماشي، ويتبقى عندك ايه الوزن اللي هنا، لان ده انعدم، ده بقى صفر. ونقوم جايبين العزم حوالين الجيم بقى، ونقدر طلع لنا ايه الواو. تعالى نعمل لها رسمة تانية كده، يبقى الرسمة التانية اهيت، هنا في الوزن كان في المنتصف كان 400، هي نفس الرسمة اللي فوق يا شباب، بس هنزود الوزن هنا، يعني
واو اهو، وده الوتر بتاعنا، ده كان 20 وده 10 وده كان 30 وده الشد انعدم خلاص ما عادش موجود. هو عايز الوزن، دي نقطة جيم ودي نقطة ألف ودي نقطة ب. معادلة الاتزان بتاعتنا طبعا في رد فعل اهو موجود اهو، 100 في 10 كل ده بصفر، يبقى الوزن هيساوي 4000 على 20، شيل صفر مع الصفر يبقى الوزن هيطلع 200 صقل جرام. اختار الإجابة بتاعتك رقم ألف. فهمنا يا شباب؟ يبقى الحالة الأولى اللي عندي لو كان طالب مني الشد ورد الفعل في الحالة الأولى، الحالة التانية أهو على طول الوزن، وهنا ال 400 رد الفعل أهو في الحالة التانية اللي هو الوزن. طبعا الوزن يا شباب في الحالة دي رد الفعل هيختلف. احنا عايزين نحسب رد الفعل بقى في الحالة التانية، يبقى هنا 200 زائد 400 بيديك 600، رد الفعل هيبقى ايه ب 600؟ لأن ده انعدم، الشد هنا انعدم يعني، لكن هو عايز مين؟ الوزن. طيب نشوف 18 بيقول لي ألف بقى جيم دال صفيحة، مسألة الدماغ الصقل والصفيحة دي مسألة مكررة معانا كتير يا شباب. مربعات الشكل طول ضلعها 20 سنتيمتر وزنها 200 صقل جرام، يؤثر عند مركزها الهندسي، معلقة بمسمار يمر في ثقب صغير بالقرب من نقطة ألف بحيث كان مستواها رأسيا. تمام، المسألة ديت ايه معانا كتير واحنا هنحلها على طول ان شاء الله. يعني انا عايزك تحل السؤال ده واجيك في الامتحان ترسمه مباشرة كده، بس خد بالك بقى هيتزن امتى. اقرأ كده، الصاع على الصفيح ازدواج معيار عزمه 1000 صقل جرام في اتجاه عمود على مستواه، فاتزنت فإن نجيب زاوية ميل ألف جيم على الرأسي. عايزين نجيب ألف جيم على الرأسي. طيب هذا الرأسي أهو، وألف جيم اللي هو المربع يعني، هنرسم المربع بتاعنا أهو. وهي اتزنت لما كان ألف جيم، عايزين نجيب ألف جيم على رأس، يعني نخلي هنا ألف ونقول مثلا ب جيم دال، وده ألف جيم. احنا عايزين نجيب الزاوية دهيت بكام، اللي هي الزاوية اللي بتميل على رأسي ده، فهو اتزن في ازدواج أثر كان 1000 صقل جرام، فلازم الوزن، طبعا الوزن يبقى نقطة قطع قطرية، الوزن ورد الفعل هيعملوا ازدواج، يعمل اتزان مع الازدواج ده، يكافئه في المقدار طبعا، يساوي في المقدار ويضاده في الاتجاه. الوزن بتاعك كده يبقى الاسفل من رد الفعل الاعلى، يبقى انت محتاج تجيب البعد العمودي ده اللي هو المسافه دي. طيب انت عندك المربع طول ضلعه، انا سيبناه طلع مستطيل معانا مش مشكله، هو مربع يا شباب ماشي، ده الوزن اهو الاسفل، هو وزنه كان مكان ب 200، الوزن 200 سكر جرام. انت عندك الازدواج الاول زائد الازدواج التاني بيساوي صفر، يعني الازدواج نتيجة القوة اللي هي الوزن اللي هي 200، ورد الفعل هيساوي سالب 1000 ماشي، سالب 1000 صقل جرام. خلاص احنا متفقين عليه كلنا. طيب نعمل ايه يا استاذ؟ والله هناخد القوة في بعدها العمود، يبقى انت عايز تجيب الحتة اللي هي، طب نجيبها ازاي؟ والله بسيطة، هو لك مربع، المربع اللي عندك طول ضلعه ب 20، يبقى القطر اللي عندك ب 20 جذر 2، يبقى نصه اللي هي الحتة اللي هي لحد مين؟ ب 10 جذر 2، هي الحته دي تمام. طب دي مقابل يا استاذ الزاويه، يعني معنى كده ان الضلع ده بيساوي الوتر في جا الزاويه، لان احنا بنقول ان جا اصلا عباره عن مقابل على وتر. انت عايز تجيب ميم سين، هتقول له ميم سين على الوتر اللي هو 10 جذر 2، فيبقى الميم سين اللي انت عايز تجيبها اللي هو البعد العمودي بيساوي 10 جذر 2، او الوتر في جا الزاويه زي ما انت حافظ. انا بقول بقى عشان اللي مش فاهم بتيجي ازاي ماشي، الوتر في جا الزاويه. فبالتالي العزم نتيجة القوة واو والقوة التانية اللي هي رد الفعل هيساوي احدى القوتين 200، لان دي 200 دي 200 زيها، الوزن كان هنا بايه؟ ب 200 اهو، يبقى 200 في البعد العمودي طبعا بيلف يا استاذ مع عقارب الساعة، يبقى بالسالب، شايفين شايفين كده؟ سالب اهي 200 في البعد العمودي اللي هو ميم س، يعني 10 جذر 2 في جهة، كل ده يا شباب كل ده يا استاذ بيساوي كام؟ سالب الالف ده اهي ماشي، لان الازدواج ده هيوقفه ازدواج زيه بيضاده في الاتجاه بيساوي في المقدار، عشان الكتف تفضل متزن، الجسم يفضل متزن، فبيساوي سالب الالف، شيل السالب مع السالب، دي 2000 تتقسم هنا تبقى بايه؟ بكام؟
بنص، تعال نعملها بس كهدوء كده عشان ما تلخبطش. يبقى سالب 2000 جذر 2 جه بتساوي 1000، يعني جه بتساوي 1 على جذر 2، يعني الهاء بتبقى ب 45 درجة. يبقى الزاوية التزمت في جيب الزاوية، وعايز جيبها بقى يعني 1 على جذر 2، عايز جيبها يبقى الزاوية 45 جيبها ب 1 على جذر 2، هي الإجابة ألف. في 2 ناقصة معانا شباب، دي في 2 هنا يا أستاذ، يا ولاد ركزوا، في 2 اهي، لما جيت اقسم تبقى 1، لان ده اصفار راح، يبقى جيب الزاوية بواحد على 2 جذر 2. ها خد بالك بقى عشان اللخبطة. طب 1 على 2 جذر 2 هي يعني ايه؟ لو ضربنا بس مقام في جذر 2 هتطلع معانا، ما هي خلاص احنا خلصناها يا شباب، هي احنا لما جينا نقسم في 2 هتتكتب، يبقى 1 على 2 جذر 2. ها 1 على 2 جذر 2 اضرب في جذر 2 بس مقام، يطلع معاك جذر 2، وهنا تحت تبقى ب 4، يبقى جذر 2 على 4 اللي هي الإجابة ب. لو عايز الزاوية بقى نعمل شيفت ساين بقى طلع الناتج آخر. سؤال رقم 19 بيقول لي ثنيا قضيب منتظم أ ج طوله 2 ل من نقطة منتصفة ب ثم أغلق على الطرف أ تعليقا حرا، فإذا كان ب ج أفقيا في وضع اتزان فإن جتا الزاوية بيساوي نقطة، جتا زاوية أ ب ج. عندنا السلك يا شباب طوله كان 2 لام، بيقول لي تنيناه من منتصفه ثنيا قضيب منتظم طوله أ ج تنى من النص، يعني بقى هنا لام وهنا لام، ثم أغلقها من الطرف أ تعليقا حرا، طرف أ بتاعي هنا أ وهنا ب، يعني الجزء التاني ده رفعناه لفوق كده ماشي، وكان ب ج أفق، يعني ده أفق وده رأسي، فاهمين؟ يبقى انت عندك القضيب ادي ب وده الف، دي كلها كانت لام ودي كلها كانت لام. طيب عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب فضل اتزان. طيب نحاول بقى ندخلها جوه الشبكه بيانيه كده عشان نظبط شغلنا. طيب هو قال لك ان ده افقي، التاني اللي فوق بقى ده كان موجود افقي وده كده مثلا، دي الف يبقى ده لام وده كله بلام، يعني الألف ده تنيناه كده فاضل اتزان اهو عشان يبقى متزن. عندنا يزيد جتا زاوية ألف ب ج، جتا زاوية ألف ب ج، طيب ج هو اسمه ألف ج قضيب، ألف ج ودي نقطة ب، هيبقى عايزين نجيب جتا الزاوية دي. تاني يا شباب احنا بنفهم مع بعض، المسألة قضيب كان اسمه ألف ج والتاني من النص كده أ ج، التاني من النص عند نقطة ب فتنيناه بحيث ب ج كان أفقي، وعندك الأ ب بيعمل زاوية مع الأفق هنا عشان نجيب جهة الزاوية اللي عندنا دي، خلاص. فوضع الاتزان بقى عشان نجيب الزاوية اللي عندي هنعمل ايه؟ طبعا المركز طبعا لازم عشان يبقى يعدي الأ دي تعدي على المركز اللي هنا، يعني تبقى ج مثلا المركز اهو، لازم المركز يعدي بنقطة المنتصف، يبقى مثلا ج تبقى هنا، نبعدها شوية، وهنا تبقى نص لام بقى ودي نص لام، وفي كتلة تبقى هنا مثلا، لأن دي النسبة 1 إلى 1 يبقى كاف إلى كاف، يبقى دي كتلة تبقى في المنتصف وكتلة اللي هنا تبقى في المنتصف، خلاص. والخط الرأسي لازم يعدي على الإيه؟ على المركز اللي هنا، فاهمين الرسمة؟ نعملها تاني كده مع بعض، نظبط شغلنا. خلاص فهمنا الطريقة، فهمنا طريقة حل المسألة. يبقى أنت عندك قضيب اسمه ألف جيم تنيناه بحيث ان ب جيم كانت أفقية، هي كده المسائل لازم ايه حاول تستوعبها كده عشان تقدر ان انت تحل، يعني لما تيجي تعمل فسادة القضيب تبقى خلي جيم هنا وادي ب وادي ألف. ليه بنعمل كده؟ عشان النقطة اللي في المنتصف الخط الرأسي لازم يمر بنقطة التعليق بيعدي من المركز، لازم يعدي بقى، لازم يجي كده الخط الرأسي لما يتعلق من نقطة ألف، يعني الخط الرأسي لازم ينط بإيه؟ يمر بنقطة إيه؟ المركز بتاعنا مركز صفيح، لان انت عملت مثلث مستوى الاضلاع كده هيمر بايه؟ بالمركز اللي هو نقطة الصقل اللي عندك اللي هي ميم، يعني اللي نقطة قطع متوسطات يعني ماشي. فده طوله اللام وده كان طوله لام، فيبقى هنا الكتلة كاف وكاف لان نسبة 1 إلى 1 يعني. طيب يبقى انت عندك الكتلة كاف
احنا سيها هنا هتبقى نص لام، يعني دي في المنتصف نص لام وصفر، والنقطة ديت مش هتهد ايه هنا، ممكن تتحلل، ما ده مثلث قوي. وعايز بقى الزاوية هي داخلة في الموضوع، يعني قول والله الضلع ده الوتر وده القائم، فانت تقدر تقول ايه ده عبارة عن طبعا نص لام وده نص لام، يبقى هي مشت قد ايه هنا سينات وطلعت عشان تطلع لفوق كده. الجزء اللي مشيته ده اهو تبقى نص لام جا هاء جتا هاء. شباب فايقين معايا؟ شباب انا عايز اعرف المسافة دي قد ايه، فقلت دي زاوية هاء وعملت مثلث كده، ده بقى الوتر فيه بقى اسمه نص لام، فده بقى اسمها نص لام جتا هاء، ودي بقت اسمها نص لام جا هاء. يعني النقطة دهيت احدثيها نص لام جتا هاء وهي نص لام جاه اهو. دي بنعمل كده يا شباب عشان بقى نجيب الزاوية اللي عندنا، فهنعمل مركز الثقل بتاعنا والجدول. ماشي، تعالى نجيب بقى س م وص م، بس عينك معايا كده واحنا بنشتغل على جدول اهو. كتل طبعا الكتل متساوية، يعني هنا كاف وهنا كاف، الإحداث السيني والإحداث الصادي. السين هنا كانت نص لام وصفر، والتانية كانت نص لام جتا هاء، وهنا نص لام جا هاء. نجيب بقى السين وبعدين نجيب الصاد، يبقى السين مين بتساوي نص لام كاف زائد نص لام كاف جتا هاء على 2 كاف، شيل كاف مع كاف مع كاف وبسطها، نص لام على 2 تبقى ربع لام، ونص لام على 2 تبقى ربع لام جتا هاء، ده س م. نجيب ص م بقى، صفر في كاف بصفر، ونص لام كاف جا هاء، نص لام كاف جا هاء على 2 كاف، شيل الكاف مع كاف هيطلع معاك ربع لام جا هاء. طيب نكمل نطلع الزاوية ازاي بقى يا شباب؟ والله انت عندك جتا ولا عندك جا. طيب الجتا مجاور على ايه؟ على وتر. انت عارف ان الجتا هاء بيساوي نص لام جتا هاء، طلعت المسافة دي كلها هتبقى ربع لام زائد ربع لام جتا هاء، ويطلع ارتفاع قد ربع لام جا هاء لحد هنا كده. هو عايز ايه؟ يطلع جتا بقى الزاوية، طلع جتا هاء. نقول والله ان جتا هاء بتساوي، هنقول مجاور، اللي هو المجاور احنا طلعناه ده على ايه؟ على الوتر، ما احنا عرفنا المجاور بكام، لان هيمشي لحد هنا ويطلع لحد هنا، فهو عايز جتا بقى الزاوية دي، فانت الضلع ده عرفته طلعناه بكام؟ بربع لام زائد ربع لام جتا هاء ويتقسم على لام، يبقى يقول له جتا هاء بتساوي ربع لام زائد ربع لام جتا هاء، كل ده بيتقسم على لام. شايفين يا شباب؟ ركز كده معايا تاني، انت خلصت مسألتك خلاص وعرفت ان المركز هنا، يبقى هي مشت المسافة دي اللي هي ربع لام زائد ربع لام جتا هاء، دي المسافة بأفقية حركتها والرأس لحد هنا، بس هو عايز جتا الزاوية ده اهي، هو عايز جتا الزاوية ده اهي، فاهمين؟ وعايز جتا الزاوية أ ب ج، ركزين معايا. فالجتا تبقى مجاور على الوتر، الوتر ده كان اسمه لام، فتقسم ده على ده تطلع جتا الزاوية. ماشي، يبقى الجتا مجاور على وتر. طب نقسم على لام، الربع تروح مع اللام تروح مع اللام، فيتبقى ربع زائد ربع جتا هاء. طيب دي بقى مين في الاختيارات اللي هي ربع زائد ربع جتا هاء؟ كمل بقى معايا، انت وصلت ان جتا هاء تساوي ربع زائد ربع جتا هاء. ماشي، لانه عايز يطلب ايه؟ جتا هاء زي ما احنا قلنا المجاور على الوتر، يبقى احنا قسمنا المسافة دي كلها على الوتر اللي عندنا، فنختصر بقى، يبقى ربع تعدي الناحية التانية تطرح من واحد، يعني يبقى عندك 3/4 جتا هاء تساوي ربع، شيل 4 مع 4 واختصر، تبقى جتا هاء بتساوي تلت. فهمنا يا شباب؟ مسألة مهمة جدا، ما فيش ما بتنزل هنا زي قبل كده شباب في الاختيار، يعني هقولها من الأول خالص عشان اللي مش فاهم. قضيب عندنا اهو التانينا هنا، قضيب اهو جيم ألف، التانى دي جيم ب ودي ب ألف، فاللي هيتعلق بنقطة ألف مثلا هنا
لازم يعدي المركز على ايه، على المنتصف، دي منتصف تبقى ديت نص لام ودي نص لام، لازم مركز يعدي على هنا، مركز ثقل يعدي على نص ايه القطعة اللي تحت، تمام؟ هي المنظر ده، فيبقى لحد هنا نص لام ودي كلها لام، وعندي هنا الضلع المركز اللي هنا احداثيه، مشينا نص لام جت اهي وطلعنا نص لام جه اهي، ليه؟ لان جبنا الضلع ده حللناه، ده نص لام، يبقى نص لام جت اهي يجي هنا، وده ايه نص لام جه اهي اللي هو المقابل يعني، ماشي؟ فجبنا المركز بتاعنا اللي هو الكتلة اللي كانت هنا احداثيها نص لام وصفر، والمركز يعني اللي هو كاف احداثيه نص لام جت هاء ونص لام جه هاء، طلعنا السين ميم والصاد ميم، فالمركز بتاعنا طلع مركز ثقل طبعا لازم يمشي على الجزء ده، يبقى لحد المنتصف، يعني يبقى الجزء ده كله من اول ب لحد واو او دي دال، من حد ب لدال المسافه دي كلها اللي هي كانت ربع لام زائد ربع لام جت هاء اللي هي الجزء ده، وطلع بقى الارتفاع. هو عايز بقى جت ازاي ولا جت هاء؟ جت هاء بتساوي مجاور على الوتر، وتر لام، والمجاور انت جبته اللي هو ربع لام زائد ربع لام جت هاء، قسمه على لا بقى، يبقى جت هاء بتساوي ايه؟ ربع زائد ربع جت هاء، شلنا اللام بعد كده الربع ودينا الناحية التانية، بقت تلات أرباع جت هاء بتساوي ربع، شلنا الأربعة مع الأربعة، وبالتالي جت هاء بتساوي تلت، يبقى الإجابة بتاعتنا اللي هي رقم ب. السؤال اللي بعده بيقول لي صفيحة رقيقة منتظمة السمك والكثافة على شكل مربع ب ج د، طول ضلع يساوي 48 سنتيمتر، وميم نقطة تقاطع قطريه. فهمنا شباب المسألة اللي فاتت؟ عشان نبأكد عليها تاني اهو، هرجع لها تاني. انت عشان اللي مش فاهم، احنا وصلنا للعلاقة دي وصفناها، يعني طرحنا دي من الجتا هاء بقت تلات ارباع جتا هاء وتبقى ربع اهو، بأكد عليها تاني عشان يعني في كتير بيسأل في المسألة دي. خلاص طيب، نرجع تاني رقم 20، بيقول لي صفيحة رقيقة منتظمة السمك والكثافة على شكل مربع، طول ضلعه كان 48 سنتيمتر، وعندي ميم نقطة تقاطع قطرين، قطع المثلث ج م د ثم لصق على مثلث آخر، لصق على المثلث ج م ب بحيث انطبق م د على م ب، فإن بعد مركز ثقل الصفيحة عن نقطة ب بيساوي كام سنتي؟ طيب تعال نرسم كده المربع مع بعض ونشوف هيتعمل ازاي مع بعض، ايدنا مع بعض يا شباب هنفهم، لما اشتغل معايا بايدك هتفهم، حاول تعمل بايديك ماشي، تحل بايدك وتكتب، ما تسمعش بس عشان تثبت المعلومة، لان المسائل تقيلة يعني، مسائل فيها شغل وفيها افكار، لازم. الان المربع بتاعنا اسمه ايه المربع؟ والله اسمه الف ب ج ت، القطرين تقاطعوا اهو نقطة، هو بيقول لك قطع مثلث وإضافه، تعالوا نشوف ايه المثلث اللي اتقطع. طيب تاني كده، قطع مثلث ج م د، يبقى احنا بنقلب ب ج د، ادي م، قطعنا المثلث مين؟ ج م د، ج م د المثلث ده اهو اتخلع، قطعناه يعني حذفناه، يبقى كتلة سالبة، واللي حصل ثم لصق على المثلث ج م ب، لزقناه هنا على المثلث ده بحيث انطبق م د على م ب، طبق على الناحية دي، يعني ده اتحذف، هنعمل نظام الكتلة الايه؟ الكتل الباقية، يعني نجيب كاف وكاف واتنين كاف، فهمنا؟ نلغي ده خالص يعني، مش ده اتحذف نلغيه، ماشي؟ ونضيف على الكتلة دي، يبقى نقول والله دي كاف ودي كاف، يبقى دي اتنين كاف. تعالوا نجيب مركز بقى كل واحد فيهم. هنا المربع كان طول ضلعه 48، يبقى النقطة دي احداثيها 48 وصفر، 48 و48، النقطة اللي هنا 0 و48، هنا المركز 24 و24، ده المركز معايا طبعا يا شباب. فاحنا عايزين نجيب الكتلة اللي هي 2 كاف ونجيب مركزها، ونجيب الكتلة اللي هي كاف اللي فوق ونجيب مركزها، ونجيب الكتلة التانية اللي هي كاف دي ونجيب مركزها. طيب الكتلة 2 كاف اهي، المركز بتاعها ازاي؟ تجمع 48 زائد 24 زائد 0 على 3، تقول والله 48 زائد 24 على 3، 48 زائد 24 على 3، شايفين كده يا شباب؟ شباب فاهمين؟ انا بجيب مركز الكتلة اللي هي 2 كاف، جسم مثلث ذات 2 كاف، فبجيب السينات اقسمها على 3 والصالات اقسمها على 3، 0 زائد 24 زائد 0 على 3، يبقى هنا 48 زائد 24 على 3، هنحسبها على طول بقى، 24 على 3 فـ16، 24 على 3 فـ8، 16 زائد 8 يديك 24، وأربعة وعشرين على 3 فيها 8،
الكتلة التانية اللي هي كاف اللي هي اللي فوق، خد بالك الرؤوس اهي 1 2 3 3 رؤوس، اجمع 24 و48 واقسم على 3. 24 و48 هنلسه عاملينها فوق، 3 ب 24، 48 زائد 24 على 3 فاضل 24، وهنا 24 زائد 48 زائد 48 يبقى 16 و16 و12، 16 و16 و32، و وايه تاني؟ تاني 48 48، دي 16 ودي 16، لما نقسم على 3 يا أستاذ نقسم على 3. طيب 48 زائد 24 يعني 8 زائد 16 زائد 16 يعني 40. هحاول أجيبها معاكم كده على طول يا شباب. طيب الكتلة اللي بعدها كاف اهيت 0 و24 و0، يبقى على 3 في 8 0 و24 و48، دي على 3 في 8 على 3 في 16 8 و16 24. يبقى جبنا كل كتلة والمركز بتاعها. تعالى بقى نعمل جدول نجمع فيه الكلام ده، كتل وهنا س وص. الكتلة بتاعتنا كانت 2 كاف، كتلة كاف، كتلة كاف، 2 كاف كان إحداثيها 24 و8، وكتلة كاف 24 و40، وكتلة كاف 8 و24. فاهمين كده؟ تعالى بقى نطلع س ميم. خلاص كده انت خلصت مسألتك اهو. يبقى انت اشتغلت بايه؟ بالكتل المضافة، معناش كتل سالبة، ماشي؟ اشتغلنا بالكتل المضافة عشان تبقى سهلة معانا يعني في الحل. يبقى انت اشتغلت شلت مربع خالص، ما عملتش بقى كتل سالبة، عملنا ايه؟ الكتلة المضافة. الكتلة المضافة ازاي؟ بتلغي دي خالص وتقول الكتل اللي موجودة قدامك تشتغل عليها، دي كاف ودي كاف ودي 2 كاف، وتشتغل عادي. تعالى نجيب س ميم، نجيب ص ميم، يبقى 24 في 2 ب 48، و24 كاف، هنا 8 كاف، 2 و1 و1 يعني 4 كاف. طلع الصاد بقى، 8 في 2 ب 16، و40 كاف و24 كاف، هنا مجموع الكتل اللي هي 4 كاف. احسب بقى كله كده، تطلع الأولى معايا 20، التانية تطلع ب 20، يبقى مركز الصقل 20 و20، يعني بيبعد المركز 20 سنتيمتر عن ب ج و أ ب. هو عايز بعد المركز الثقل ده عند نقطة ب، النقطة ده يعني مركز الثقل هنا 20، مش 20 وطلع 20، بيبعد بقى عن ب، يبقى 20 جذر 2 اللي هي المسافة دي.